السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين قناة العم طاطا، أعزائي مربين طيور الزينة في مصر وفي العالم العربي ومن أي مكان أنتم بتتابعونا فيه. طيور الزينة دي أنا بحمد ربنا إن أنا اتخذتها كهواية، لأن هي شيء لطيف جدا جدا جدا. مربين الطيور أكيد فاهمين كده كويس. النهاردة انا هوريكم الخلية. انا بصور لكم من الفارم الصغيرة بتاعتي، هنقول عليها الحظيرة، حظيرة الطيور الخاصة بيا. دي الخلية اللي انا بحط فيها الوش، يعني الوش بيطلع برميه هنا، وطبعا عندي فوقه في خلية تانية اصغر شوية، دي برمي فيها الزغاليل الصغيرة، بس يطلع الشبابات ينزل مكانه الزغاليل، يدخل مكانه زغاليل جديدة وهكذا، لان انا ما ببيعش السوق بصراحة. أنا بنزل الكسر بس، الحاجات اللي مش لازماني، الحاجات اللي عدت، الحاجات اللي كسرت، الحاجات اللي ليست. بس التليس دلوقتي بقى عندي ليه حلول كتيرة جدا وسهل، يعني لأن عندي المكان واسع، فبقدر إن أنا أطير كمان غير الخلية دي، بقدر أطير في أوضة كاملة. دي هبقى أوريها لكم وهعرض عليكم الموضوع ده إن شاء الله أول بأول. بس النهاردة إحنا هنتكلم عن طيور الحب. البادجي من فصيلة البغبغانات. ما هو في فصيلة بغبغانات وفي فصيلة فينش. احنا بقى بنتكلم النهاردة عن الاتنين، بس احنا هنبدأ، او مش هنتكلم عن الاتنين بشكل موسع، هنتكلم عن التربية الصحيحة هتبدأ ازاي. يعني احنا لسه بنتكلم خمس تقفاص، وخمس تقفاص دراسة جدوى ممتازة جدا 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 وبسيطة ومش غالية. لما نجيب 10 تقفاص، يعني 10 عيون، قفصين، خمسات، مش هكمل علينا 300 جنيه، و شويه الحاجات اللي هتتلم جواها، المسائي والاكلات والحرس ده والعلقات السبيه والشدادات بتاعه البيبان، الكلام ده كله مش هيكمل علينا كمان 70 80 جنيه. يعني اللي في السوق بقى فاهم، يعني هيدبر، وحاجات قديمه من عندك لمها انت بقى اكيد، يعني انت مربي يعني هتقدر ان انت تبدا. وابدا ان شاء الله في بلكونتك، ارضي 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 طموحك. انا بربي دي حاجه جميله ان انت يبقى عندك حاجه مسؤول عنها، وحاجه لطيفه جدا بالمنظر ده. طبعا زي ما انتم شايفين، يعني هما في انسجام ما بينهم، مفيش عندي حد بيضرب في بعضه، لان انا المكان واسع عليهم والاكل كتير. وعلى فكره الجروب لما يبقى عندك انتاج ويبقى جروب كده وسايبه في مكان واسع، بيبقى جميل جدا جدا في التغذيه، لانهم بيبقوا واخدين راحتهم في الطيران واخدين راحتهم في الاكل، بيبقى المكان واسع عليهم. انا عامل خشب في سلك، بس انا عشان عامل مقاسات خاصه بيا. يعني طبعا انا لسه هوريكم الخليه الكبيره بقى، اللي هي اللي هوريكم بيوت الزبره وبيوت فينش عامه، انا حاططها فين. كمان التجربه الجديده اللي سمير ابني الكبير قاعد يزن عليا فيها دلوقتي، ان هو يقول لي يا بابا اتجوز الفينش متجوز العصافير، في عصافير شارع جايبها اهي، هتلاقيها فوق في السلاكه بتلعب فوق اهي، مستنيينها تنزل تاكل اصلا مع البادجي. عايز يجوز العصافير دي لفينش تاني، عايز يجرب الجاوي، عايز يجرب الفراوله، الحسون، الكناري. فبيقول لي يا بابا هما نفس الفصيله عصافير اللي هي الفينش، طب ما نجرب. وقلت له والله يا حبيبي يعني انا هعمل معاك التجربه واللي انت عايزه، انا هسيبهم. فطبعا جبنا النت زي ما انتم شايفين اخر القفص اهم، شويه وهتلاقيهم جايين. المهم علشان برضو ما اطولش عليكم، خلوني دلوقتي في البغبغانات الصغيره دي اللي هي البادجي. البادجي انتوا عارفين تدريب الالوان ولعب الالوان كتير جدا جدا، وطبعا انتوا عارفين ان اللون الاخضر خرج من التصنيف. ده حصل فعلا، اللون الاخضر خرجوه من التصنيف خالص، واصبح ان هو دلوقتي من الحاجات الغير مطلوبه. بس بقى للاسف احنا لو قعدنا حسبناها هي مطلوبه جدا جدا بالنسبه للمربي، علشان خاطر انا النهارده اقدر اطلع لون زي اللون الاصفر الكريمي اللي قدامك ده، الالبينو، الوان الفواتح قوي دي ما بتجيش الا من الاخضر، وان جت من الازرقات بتبقى واخده تمويف، ما بتبقاش مديها الصفار الفاقع،
انت عارف ان الصفار الفاقع ده اللي هيلعب اللي هتلعب معاه في الغوامق من الازرق علشان خاطر تبدا تطلع الراس الصفراء اللي هي بدايه الريمبو. ويعني طبعا هي برضو في الاول والاخر هي هوايه، بس الاخضر مطلوب زيه زي الازرق بالظبط بالنسبه للهواه والمربين. لازم على الاقل على الاقل لو انت مربي 10 اقفاص 5 و5 مثلا، لازم هيكون عندك 3 منهم فيهم اخضرات، بس طبعا دخل اخضر معاه ازرق علشان خاطر تبدا ان انت تنوع، تبدا تطلع التضارب بقى اللي بيطلع دوت، تطلع لك بقى حاجات لاتيني، تطلع لك حاجات بتاع ده هو العصفور البلدي اهو، دي نتايه اهي جت طبعا عماله تتنطط تتحنجر اهيت شطاطير، وطبعا ما خدوش على القعده فسيبتهم في الاوضه، فاللي هي الخليه الكبيره بقى، الخليه بقى لسه انا هعرضها عليكم في حلقه تانيه وهوريكم، بس ان شاء الله باذن الله مع اول مجموعه فينش هتطير مع العصافير دي. طبعا احنا هنا في البادجي احنا جربنا معاهم اكلات كتير عشان نخفض شويه سعر البلكم والدنيبه، لان الاسعار بقت 60 و70 جنيه ودفتره. طب ما هو كان ب 18 جنيه يا جماعه، ده وكلها ما كملتش السنه. طب انا هربي ازاي؟ طب الكميه دي انا هربي ازاي الا اذا كنت اشوف بدايل؟ طبعا احنا الحمد لله الكلفه عرضتها عليكم في فيديو الحلقه الثانيه، والحلقه الثالثه لا الثانيه كانت الثانيه، والاولى كانت خضار، الثالثه كانت علفه، الرابعه منزل لكم فيها القمح، والحلقه دي انا بتكلم معاكم فيها عن الشائع بتاعنا المهم بالنسبه لتربيه البادجي. عندنا الحلقات اللي جايه ان شاء الله باذن الله انزل لكم فيها علاقات اكتر زي الكلفه مع العيش. على فكره العيش البلدي بيتاكل للعصافير، وبصوا بقى حصل في ناس لقيتها بقى في السوق، سوق الجمعه ده الاساس، ده اللي هيبيعوا بيشتروا فيه بيعملوا كل حاجه، مفيش حاجه بره السوق الجمعه، كله جوه السوق، هتشتري هتبيع، عندك كسر ترميه، عندك حاجه عايز تلقطها انزل سوق الجمعه، هو ده سوق الجمعه السيده عيشه يوم الجمعه، ويوم الحد ده تجار، مفيش حاجه اسمها السوق رايق ومش رايق والكلام ده. خلونا بقى نتكلم بصيغه، انا السوق ده بقى لي في 20 30 سنه، يعني انا قديم، انا كبير في السن على فكره، عم بطاطا كبير مش صغير يعني، بس ايه انا بقى ايه بطلع خبرتي اللي انا ضيعت عليها فترات طويله قوي قوي قوي، ونفسي اسيب بيها اللي حواليا انا واولادي. ما انا اولادي مشربهم برضو، يعني سمير ويوسف هتشوفوهم اكيد يعني في حلقات وعلى الفيس وكده يعني. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، سوق الجمعه قولوا تخرجوا عنه لان هو ده الاساس، عندك زحمه ترميها، عايز تشتري بياتات اكلات مسائي، اللي بتاع الدنيبه ب 30 جنيه كيلو، بس طبعا بقى انا لسه هنزل لكم بدايل للحبوب، لقيت بدايل حبوب غير الفلارس والبلكم وغير الدنيبه الملانه تراب وزباله دي، وده نجيب يا دين النبي دخلنا حاجات تانية وجربتها، وتصوير هيترفع لكم الحلقه اللي جايه في حبوب جديده بدات انا اعمل ايه بقى؟ اخلطها عشان اخفف الكلفه عليا. بقيت اجيب الفلارس مثلا نص كيلو ونص كيلو، واجيب من الحبوب الجديده بقى غير الدخن، الدخن غالي على فكره. في حبوب تانية هوريها لكم. نبدا نزود منها 2 كيلو. يبقى طعمنا من ده على من ده وخفضنا الكلفه، لما الكيلو يقف عليا ب 40 جنيه من الاضافي اكيد هيفرق برضو عن 60 و70. طبعا احنا القمح بدأوا، بس طبعا خلي بالك الطواري اللي هي العلفه اللي هي انا عملتها ديت، ام وبطاطس وعيش وبيض مسلوق، لا دي مش كل يوم، ما تسيبش معداتهم. لا الا بقى ده انا لما لبست ورحت بقى حطيت لهم العلفه وراها حبوب مبلوله وراها رجعت تاني حبوب مبلوله تاني، لقيت لك معدتهم ثابت. طب اعمل ايه يا واد يا طاطا؟ تعمل ايه يا واد يا بطاطا؟ قلت بس ابو طاطا هيتعامل. تخيل بقى عملت ايه؟ الجو دلوقتي انتوا شايفين ان هو مقفل شويه، يعني ايه بالليل بقى يقرص برد شويه والصبح حر وبتاع، رحت انا عامل حركه بنت جنيه، رحت مدخل الدفايات مشغلها تاني. الجو حرر عليهم بداوا ايه؟ فرهضوا، فبقى الاكل بالنسبه لهم مقبول. فعرفت ان درجات الحراره لما بتعلى للبادجي بتخليه ما يسهلش، فده انا فهمته. انا بقالي سنه واتنين وتلاته وعشره بربي، والتسخين معروف، مش البرد اللي البرد يسهله، السخونيه تمسكه،
تخليه يهلك ميه كتير. فطبعا هو ممكن ما يشربش ميه لو خد الكفايه منها من الاكل المبلول اللي هو العيش واللي بتاع الشعير واللي بتاع القمح والذره الكلفه او الذره العويج، هي كل الطواري دي ما بتساب معدته. اللي انت تروح عامل ايه؟ تروح تشغل الدفايه تعلي درجه الحراره شويه. ظبطنا الكلام، يبقى كده انا جربت ولقيت لك الفكره جامده. طب ما انا كده خافت. طب ما انا لو اديت لي، بص بقى، اكله، ما انت بتدي اكله طريه مثلا، اديته النهارده ولو نفترض قمح، بكره لا، بكره اديهم حبوب ناشفه يعني، طب بعده اديهم علفه طريه، طب بعده اديهم قمح برضو مبلول. فطبعا انت بقى ايه، قيوم على عصافيرك، وكل ما تدفي كل ما يكون احسن في استهلاك الطواري. وغير طبعا تنظيف بيوت العصافير باستمرار، ما تسيبهاش عشان الكتاكيت ما تلم العصافير غليل الزغننه تشتمل بيبي وتلزق البيبي في الضوافر بتاعتها وتزهقك بعد كده. ده انا عندي عصفور طلع معاكس بسبب البيبي ده، بس ما كنتش انا، كنت الاول بخاف، واللاتيني بتاع الكوكتيل كنت بخاف انضف البياته، وكان يا عيني الولد يموت جوه، كانت حالتي بالبلع. قعدت اتعلمت سنين، بس الحمد لله انا دلوقتي يعني ايه، واخد ومدي شويه. المهم علشان ايه، نبقى وقت الحلقه، احنا وقت الحلقه بتاعنا مش هيزيد عن ربع ساعه، انا متفق مع نفسي يعني عشان برضو ما ازهقكوش وما اقرفكوش. احنا 11 12 12 13 دقيقه. المهم نوعه في الالوان، مفيش حاجه اسمها تتجنب الاخضر. الاخضر هو اللي بيطلع لك الالبينو، وهو اللي بيطلع لك مش فاكر الاسم التاني ايه كمان، اللي هو الابيض والاصفر الساده، ده اللي بيطلعهم لك الاخضر مع الازرق. ودي نصيحه فله الفل، خدها مني انا مجرب وبربي. يا عم هقول لك على حاجه، انا هعرض عليكم حاجات كويسه الفيديوهات اللي جايه، دايما هاخد 5 دقائق في اخر الحلقه اعرض عليكم الجوز ده جاب ايه يا جماعه وخلف ايه، والجوز ده جاب ايه عشان تشوفوا الالوان وتشوفوا الخلفه وتفهموا برضو التدريب بتاع الالوان. يبقى كده انا برضو ايه، فتكوا، ما نبقاش ضيعنا وقت بنحرق في فيديوهات بالكذب. تمام، شايفين انتوا العصافير البلدي اهي، عصافير البلدي النتي دي سمير راكب دماغه يقول لي نشغلها مع جاوي، ودي برضو لسه في حالة تجربة. يا رب النهاردة اكون قدرت افيد، وتابعوني في تجارب الفينش عشان خاطر ندخل بقى نسيب البغبغانات ونخش في الفينش. هنطير ان شاء الله باذن الله جاوي حسون كناريا، ومعانا كمان بقى شويه البلدي ده، وتابعونا وان شاء الله باذن الله الحلقات الجايه هتشوفوا اكتر واكتر. ودلوقتي كملوا معانا بقى عشان اوريكم الفقره بتاعت النهارده. شوف الفيديو اكل يا لوز عيالك بقى، ما بعرفش اكل. دي لوزة الحنينة لوزة، العسل بتاعي القلبين، جوزها مات الله يرحمه، وخدته دفنته مقبرة العصافير، ومات وساب بيض. البيض فقس زي ما انتوا شايفين، طلع الحاجات الجميلة العسولة دي. خش جوه البيت ماما، خش جوه. جابت 3 امارات صغننين وبتاكلهم وبتراعيهم بقى لوحدها، مسكينه صعبان عليا، بتربي ايتام. لوزه عايزك تقول لنا حاجه كده بعد ما جوزك مات الله يرحمه. انا بترحم عليه كل يوم. ايه عايزه؟ ايه عايزه؟ اكل غير ده؟ اكل ده عاكر؟ حاضر اجيب لك فلارس وبلكم، ولا انت هتاكلي قمح وتصبير؟ اديلهم بقى، اكليهم بقى. شطور يا لوزه يا حنين. اكسكيوز مي، عن اذنك. نسينا بقى ناكل الجعارين دي. خلاص يا موشي، ده موشي ديان صديقي، موشي اهو الاعور. الاكل فيه ولا خلص؟ يعني ده اتبرد. ندي لهم مام عشان برضو ربنا ما يحاسبناش، عملنا اللي علينا، وعشان برضو نبقى ظبطنا. خد يا موشيه، اكله عشان برضو يبقى كله كل.
اه جود نايت جود نايت جود نايت جود نايت جود نايت. انا هنام، صباح الخير بوني بوني ماي بيرد.